لقنا بكم مستمعينا، مازال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعة في برنامج لامولاتي، وبحضور الدكتور علي بدوش، طبيب أخصائي في أمراض وجراحات المسالك البولية. أهلا بك دكتور، نتمنى تكون على خير، مرحبا بك مرة أخرى. الله يبارك فيك. اهلا اخت سناء وجميع المستمعين ديال ميد راديو. الله يبارك فيك دكتور. اليوم غادي نتكلموا على امراض البروستات عند الرجال، ومن بين الا بغينا نقولوا الامراض الشائعه عند الرجال هي امراض ديال البروستات. ولكن قبل بالحضور ديالك نبغيو نعرفوا يعني دكتور شنو كنقصدوا المفهوم الطبي يعني البروستات اولا، وشنو هي الوظيفه ديالو، شنو هو الدور ديالو. دونك تنشكركم بعدا على هذا الموضوع هذا اللي غنتحدثوا عليه اليوم، لحقاش واخا هذه البرنامج موجه للنساء ولكن كل سيده راه عندها الزوج ديالها، الاخ ديالها، الاب ديالها. دونك الغده هي بمثابه غده عضو البروستات، اللي هي غده تكون في المنطقه الوسطى ديال الحوض عند الرجل، وهذا اساسي. بزاف الناس يعرفوا انه هو عضو عند الرجل اساسا، ولكن كاين بعض السيدات في بعض الاحيان تيقدروا يقول لي راه يمكن عندي مشكل البروستات، غير نوضحوا هذه غير على سبيل التذكير. دونك قلنا هي غده في المنطقه الوسطى ديال الحوض عند الرجل، تتكون اسفل من تحت الملمتان البوليه ودايره بالمجرى ديال البول، يعني مجرى البول اللي جاي من الملمتان البوليه، بحال قلتي واحد اون كرافات دايره بالعنق ديال الملمتان البوليه. دونك هاد البروستات هادي عندها دور في الافراز ديال واحد المجموعه من المواد اللي تتغذي ليه الحيوانات المنويه، وهي مسؤولة أيضا على اللزوجة ديال المني عند الرجل. وهاد الإفراز تتكون واحد 80-90% من المكونات ديال المني. دونك هاد الغدة هادي تيكون الوزن ديالها ما بين 15-20 غرام عند الرجل الشاب، وابتداء من السن ديال 50 سنة، وفي بعض الحالات أقل كاع من 50 سنة تبدأ عندي ما يعرف بالتضخم ديال البروستات، تبدأ تكبر في الحجم ديالها، وهذا شيء طبيعي مع العمر تبدا تكبر، لانه هي تتاثر بالهرمونات الذكوريه من بعد السن ديال 50 سنه. يعني هذا هو يعني اللي بغينا نفهموا الناس، يعني البروستات لانه دائما اصبح شائع. من فوق ما كنقولوا البروستات كنمشيو يعني غير الحوايج الخايبين، يعني في حين انه البروستات يعني عضو يعني من الاعضاء اللي هي مهمه في الجسم ديال الرجل. عطيتينا دابا الوظيفه ديالو والدور ديالو، نمشيو دابا الامراض ديال البروستات. يعني شنو ملي كنقولوا امراض البروستات، يعني واش مرض واحد عنده يعني انواع، ولا كاين انواع ديال هاد الامراض ديال البروستات؟ هي كاين واحد المجموعه من الامراض تقدر تقيس هذا العضو هذا. مع الاسف كما قلت يا الاخت سناء، في المجتمع ديالنا البروستات تنسمعوها تنمشيو ديما للحاجه الخايبه، فعنده بروستات دائما كان، في حين انه الحوايج الاخرى تيكونوا اكثر من المرض الخبيث. دونك عندنا اول حاجه المرض الشائع اللي كما هضرت عليه من مور السن ديال 50 سنه هو التضخم الحميد للبروستات. دونك وعندي المرض الثاني هو مرض سرطان البروستات اللي هو مختلف على التضخم. خص الساده المستمعين يعرفوا ان هناك فرق ما بين تضخم الحميد للبروستات وسرطان البروستات. يقدر يكون عندي تضخم بوحده، يقدر يكون سرطان بوحده، ويقدروا يكونوا بجوج في ان واحد، باش تكون واضحه المساله هذه. الحاجه الثانيه هو التهاب الحاد او المزمن للبروستات، ميكروبي او غير ميكروبي. يعني هذا الالتهاب تتكون واحد تعفن ولا التهاب ديال البروستات اللي تيخلي يعطيني اعراض، اللي غالبا الاعراض تكونوا متشابهه ولكن امراض مختلفه. بالنسبه باش نديروا عاوتاني فرق عاوتاني من ناحيه الاناتوميك، من ناحيه العضويه ديال البروستات، غالبا غادي نعطي واحد التفسير اللي هو مبسط. الجزء الاوسط ديال البروستات تيتكون فيه تضخم الحميد البروستات، والجزء الخارجي والقشره ديال البروستات هي تتكون فيها سرطان ديال البروستات. يعني هاد الامراض اللي ذكرتي دابا اللي هي عندهم علاقه بالبروستات، يعني التضخم الحميد البروستات، سرطان البروستات، التهاب البروستات، والتهاب الحاد الميكروبي. كاين اعراض اللي كيتشابهوا فيها، واعراض اللي مثلا كتخلي الشخص انه على الاقل يعرف يعني نوعا ما اشنو كاين، ريتما انه يدير استشاره طبيه، ولا هادو كلهم كيحتاجوا من الاول يعني واخا يكونوا اعراض كيحتاجوا انه استشاره طبيه. تحتاجوا استشارة طبية ضروري، صعيب انه الواحد والاعراض هي متداخلة جدا، يعني ما نقدروش نقول انه هذا العارض مختص بهذا المرض هذا ولا هذا المرض هذا، اعراض متشابكة اللي تتدينا نحو العضو وليس نحو المرض. يعني على العموم الاعراض ديال يعني الامراض ديال البروستات نعرفوا شنو هما الاعراض ديالو مثلا في الغالب. الشخص اللي مثلا كيعاني من مرض البروستات بغض النظر الى نوع عنده، ملي يكون ندير استشارة طبية شو الاعراض اللي غادي يعيشهم هذا الشخص؟
الاعراض العامه، الاعراض العامه، ولكن خصني ننطلق من المرض، من المرض، لحقاش الا جينا نهضروا على سبيل المثال بالنسبه لسرطان البروستات، يقدر يكون سرطان البروستات ولكن ما عندي حتى عارض، ما كاين حتى عارض اللي تيتلقى غير في الفحص اللي تيديروا للشخص كل عام للتنقيب الى مشى حتى كان عنده السرطان. دونك الغالب اللي تيعطي الاعراض اكثر هما الالتهابات التعفنيه ولا الحاده ولا المزمنه البروستات، وفي نفس الوقت تضخم حميد البروستات، والاعراض متشابهه هي اللي غنهضر عليها الان. دونك عندنا كما قلنا البروستات فيها من 15 ل 20 غرام عند الشخص الرجل الشاب، ولكن بعد سن 50 سنه تيبدا يكبر الحجم. وهذا التضخم هذا تيختلف من رجل لاخر، يعني انه ماشي كاع الرجال غادي يعطيوني واحد الاعراض ديال تضخم ديال البروستات. دونك بالنسبه لهاد الاعراض كاين عندي اول حاجه العسر في البول، يعني انه الرجل تيولي تيدير واحد المجهود كبير باش يخرج البول، لانه كاين حاجز للتدفق العادي ديال البول، هاد الحاجز ناتج على التضخم اللي تيضيق ليا المجرى البول اللي دايز وسط البروستات. الحاجه الثانيه هي تقدر يكون عندي تبول متكرر وبكميات قليله، هادو علامات اكثر هي التهابيه شيئا ما. دونك خاصه بالليل، وبالليل هو اللي تيعقل عليه المريض اكثر، راه فايت هضرنا في هادشي في حصص اخرى. تيجي عندك المريض تيقول لك راه تنوض 4 5 6 المرات في الليل، وبالتالي هادشي تينعكس على الحياه اليوميه ديالو، تيصبح عيان ما تينعش مزيان وتيكون صعب هادشي شيئا ما. كاين الحرقه في التبول اللي هي لي بغولور ميكسيونيل، هادشي تيكون عنده علاقه بالالتهاب الغير تعفني اللي عنده علاقه نيت بهذاك الاحتباس وهذا، وتيقدر يكون عندي تعفن اللي هو تيكون من مضاعفه ديال التضخم، حتى هو تيقدر يعطيني هاد الحرقه في البول. عندنا عاوتاني الاحساس بعدم الافراغ الجيد للمثانه البوليه فاش يكمل الشخص من التبول، يعني تيكون في المرحاض يتبول وعسر تيكون في البول، تيخرج من مرحاض وتيقدر يعاود يرجع في الحين، كيحس انه مازال محتاج انه يدخل، كيحس انه مازال وما قادرش ما قادرش. كاين عاوتاني واحد العارض اخر هضرنا عليه في حصص سلس البول اللي هو السلس البولي، ولكن هو سلس غير حقيقي اللي كيتقطع، يعني السلس البولي يعني انه المريض تيفلت منه البول ما تيبقاش يتحكم فيه، ولكن شنو تيفلت ليه؟ تيفلت ليه ذاك الفائض اللي ما تبقاش قادر المثانه تستوعبه، يعني المثانه تتعمر بشكل كبير وداك الفائض هو اللي تيبدا يخرج، نسميوه لا ميكسيون باغ روغورجمون، داك الفائض تيبدا يخرج والمريض تيقول لك انا ما تنتحصرش، بالعكس انا راه تيفلت مني البول، الوغ كو في حين انه هذه مضاعفه ديال التضخم. وبالنسبه للدكتور الاعراض بالنسبه لخروج الدم، يعني كتكون في هاد الامراض ولا عامة خروج الدم في هاد الامراض يقدر يكون عندي خاصة في من ناحية ديال سرطان البروستات اكثر ما هو تضخم، ويقدر يكون هذا التبول ديال الدم ايضا ناتج على مضاعفات ديال التضخم وليس التضخم في حد ذاته، يعني انه فاش يبقى البول تيتختر عندي في المثانه البوليه لانه ما تيتبوش الشخص مزيان، تيتكون عندي حصى، وهاد الحصى فاش يبداو يتحركوا في المثانه تيقدروا يعطوني تبول الدم. في نفس الوقت الا كان عندي التهابات تعفنيه اللي هي من المضاعفات ايضا ديال انه البول تيبقى مترتب في المثانه، تقدر تعطيني تبول ناتج عن التعفن. واخا كاين جوج ديال يعني الاسئله اللي يعني في الناس بزاف كيسولوهم على اساس انه مثلا الا تكلمنا على هذا الالتهاب الحاد الميكروبي ديال البروستات، واش ممكن يعطي عدوى بالنسبه للمعاشره الزوجيه ولا لا؟ غالبا لا، غالبا لا، لانه تيكون مسؤول عليه في الغالب ميكروبات ديال المسالك البوليه، ولكن ليس ميكروبات ديال المسالك التناسليه زعما ديال الامراض الجنسيه، وفي الغالب لا ما تتكونش عدوى في الغالب. غالب. وكذلك كاين الشائعه الاخرى اللي غنبغيو ان نعرفوها معك دكتور، هو انه امراض البروستات عند الرجل، يعني واش صحيح لانه ما كيبقاش يعاشر الزوجه ديالو بشكل طبيعي؟ هي تيقدروا يكونوا بعض المضاعفات من ناحيه ديال القدره الجنسيه عند الرجل، في بعض الحالات عاوتاني ديال الالتهاب المزمن للبروستات، ولا تيقدر يكون عندنا ما يعرف بالقذف السريع، تيقدر يكون عندنا تاثير على المني في حد ذاته، اللزوجه ديالو تتنقص، تيقدر يكون عندنا واحد المشاكل ديال الانتصاب عند الرجل اللي تيدخلوا فيها عوامل نفسيه بالنسبه للمرض اللي عنده، وفي نفس الوقت عوامل اناتوميك ديال العضو. واخا دكتور، بالنسبه لهاد امراض البروستات اللي كنتكلموا عليهم اليوم، واش كاين يعني مرحله عمريه معينه عند الرجل اللي صافي كيبدا يعيش هاد الامراض ديال البروستات، ولا ممكن فئه شبابيه؟ لانه بعض الناس كنسمعوا لانه مثلا شاب اللي عنده مثلا كذا 20 او 30 سنه مشاكل ديال البروستات، واش هو نيت هاد الامراض اللي كنتكلموا عليهم ولا راه غير
هي في الغالب في الغالب كيجيو مثلا كاين حالات عندكم دابا مثلا انت بالنسبه دابا التخصص ديالك كاين حالات ديال مثلا شباب اللي هما مثلا مازالين صغار في السن ما وصلوش 50 سنه وعندهم هاد المشاكل ديال البروستات ولا خص الواحد حتى يوصل لسن معين؟ هي عامة الشباب تيكون عندهم مشاكل عندها في الغالب لكن المشكل في البروستات غيكون التهاب التهاب تعفني ولا شي حاجة وهذا التهاب التعفني تيجي عند هذا الشخص السبب راه تيكون عنده علاقة بواحد العامل آخر اللي هو اللي تسبب ما يمكنش يجي هكاك التهاب تعفني عند ان سوجي شخص مازال صغير دونك في الغالب الأمراض ديال هذه المشاكل ديال التبول عند الأشخاص اللي تيكونوا صغار شباب هو التضيق المجرى البول أكثر من ما هو مشكل البروستات التضيق في المجرى البول مناش يجي تيجي غالبا عند اشخاص اللي كان عندهم بعض العمليات اللي دازوا فيهم في هذه العمليات من مجرى البول وفاش يكون تيبرى هذاك المجرى البول تيتسيكاتريزا هو تيتضيق دونك تيعطي مشاكل في عسر في التبول ايضا ولكن السبب الرئيسي هو التعفنات المنقوله جنسيا اللي هي مرض السيلان اللي تيجي عند الرجل وفاش يبرى هذا مرض السيلان فهذوك الاماكن ديال مجرى البول تيقدروا كما قلت فاش تيبراو من الالتهاب لا سيكاتريزاسيون تدار على واحد المنحه اللي تتزير فيها مجرى البول وبالتالي تعطي هاد الاعراض ديك الساعه هادو اعراض ديال التضيق بوحدو يقدروا يعطيو اعراض البول وفي نفس الوقت يقدر يعطي تعفنات اللي يقدروا يقيسوا ليه البروستات ويعطيه حتى لا بروستاتيت اللي هي التهاب ديال فعلا وامراض البروستات يعني بالنسبه للاسباب يعني واش تقدم في السن هو اللي كيكون هو السبب الواضح ولكن اسباب اخرى مثلا اللي ممكن ان الشخص يعرف هاد الامراض ديال البروستات هي غالبا مرض البروستات واللي زعما اللي غنهضروا عليه اكثر هو التضخم ما عندوش شي سبب اللي هو مباشر الحاجه الوحيده اللي نقدروا نفسروها من الناحيه الفيزيولوجيه هي انه كما قلنا بسن 45 50 سنه غالبا 50 سنه ما عدا في بعض الحالات اللي تيقدر الشخص يبدا المشكل شويه قبل دونك هي العامل الهرموني دونك هاد الخلايا ديال البروستات تتاثر بالهرمونات ديال الذكوره اللي هي التستوستيرون اللي تتفرزها الخصيتين وعلى المدى البعيد تتسبب ليا واحد التضخم البروستات يعني هاد التضخم الحامي ديال البروستات اللي كنتكلموا عليه اليوم وكذلك الالتهابات سواء العاديه او الحاده ديال البروستات بالنسبه لي شنو نصيحتك اليوم للرجال اللي كيسمعونا وحتى النساء اللي ربما الازواج ديالهم وصلوا مثلا سن 50 سنه فما فوق خصوش واخا ما كيحش مثلا بهاد الاعراض خاصو يمشي يدير استشاره طبيه لانه بحال دابا الا بغينا نتكلموا على الامراض ديال النساء مثلا دائما كيقول لك المراه ملي كتوصل 45 سنه فما فوق ضروري خصها دير المامو دير ليكو مثلا فخوتي كذلك العنق الرحيم والسرطان الثدي بالنسبه للرجل هذا سؤال مهم جدا هذا الفحص الدوري ديال الرجل ابتداء من السن ديال 50 سنه تيتطبق اكثر على سرطان البروستات اكثر من ما هو تضخم بالنسبه للتضخم الحميد البروستات تنتبعوا الاعراض لا اكثر يعني انه حتى الا غنداويو المريض غنداويوه لحقاش عنده اعراض وعنده مشكل في التبول يقدر الشخص تكون عنده البروستات الحجم ديالها كبير ولكن ما عندها حتى مضاعفات على الصحه ديالو في هذه الحاله ما تنديروا للمريض حتى حاجه حتى تيبداو الاعراض ولا الا كانوا مضاعفات في ليكوغرافي ولا شي حاجه بالنسبه لسرطان البروستات لا سرطان البروستات الا جينا نصنفوه بحاله بحال عند المراه فاش تنقلبوا على عنق الرحيم ولا على سرطان الثدي دونك تيخصو واحد المراقبه سنويه ابتداء من السن ديال 50 سنه تنطلبوا ليه واحد التحليله وتندير واحد الفحص من الشرج عند الرجل من المخرج هادو جوج خصهم يتعاودوا مره في العام باش حتى الى الله يحفظ لقينا علامات ديال السرطان نقدروا نداويوه في مرحله مبكره ماشي لحقاش سرطان البروستات غالبا فاش يولي تيعطي الاعراض ديالو تيكون بوحدو بلا تضخم غالبا تيكون مرحله متقدمه عاد تيبداو الاعراض هذا ضروري نشيروا ليه على العموم ان شاء الله حنا اليوم كنتكلموا على امراض البروستات والتضخم الحميد البروستات وان شاء الله هو في الحلقه المقبله باذن الله غادي نديروا حلقه خاصه حول سرطان البروستات لا قدر الله ان شاء الله باش نعرفوا معلومات طبيه اخرى ونعرفوا الناس يعني بهذا المرض وكيفيه العلاج غادي ناخذوا المكالمات الهاتفيه اللي معنا اليوم معنا امينه من الدار البيضاء الو 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 امينه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله امينه مرحبا لاله لاباس عليك الله يبارك فيك صحه لاباس بارك الله فيك شكرا مرحبا الله يبارك فيك سنة شنو بغيت نسول الدكتور الله يعطيك السر ايه مرحبا عندي الوالد تقريبا عنده شي 70 كدا و70 هكاك وعنده مشكل بروستات
شنو المشكل اللي عنده في البروستات؟ شكرا دكتور. دابا الله يبارك فيك. دابا كان ملي مشينا درنا له دابا ما كيحفرش دابا تيمشي حاشا كيتبول ولكن لا ماشي كيمشي دابا ما تيبول ما تيحسش به. بحال تينزل ليه بلا ما يحس. ما تيحسش به حتى كيلقى راسو فازك. اييه. ودرنا له التحاليل والراديو وقالوا لنا التحاليل خرجوا مزيان ولكن عنده انتفاخ في البروستات. اييه. وفاش درتو التلفازه كانت عامره النبوله ديالو شرب الماء مزيان قبل؟ شرب الماء مزيان. ومن بعد مشى للطواليت وعاود رجع وعاود الطبيب عبر ليه شحال تيبقى عنده في النبوله ديال البول ولا لا؟ ما عرفتش حيت مشات مع الاخت ديالي ما عرفتش. داكو. المهم اللي عارفه هو انه كاين تضخم في البروستات ياك؟ كاين تضخم في البروستات. داكو. وخدا شي ادويه ولا مازال؟ دابا عطاو واحد لي كومبريمي هذوك اون فوا كيساليهم عطاوه مده 3 موا. تيرجعوا الاعراض. وتيرجع نفس المشكل. دا وفاش يكون تياخذ الدواء تيكون مزيان؟ تياخذ تيكون مزيان بخير. ما تيبقاش ينوض بالليل ما تيبقاش ياك؟ لا لا. وتا هذاك الانفلات هذاك الانفلات ديال البول ما تيبقاش؟ لا ما كيبقاش عنده نهائي. صافي داكوغ لا داكوغ. انا غير بغيت نسولك دكتور واش هاد الدواء ما عندوش دابا رجعناه ثاني قال لك غد ثاني غتعطيو هذاك ثاني لمده شهرين وترجعوه هنا ثاني نديروا ليه الراديو. واخ. وواحد الدكتور نيت كان مع سميتو قال لنا راه بحكم السن وهذاك الشيء راه طبيعي هذا المشكل ما تخافوش منه. ولكن حنا هذاك الدواء دابا كيعطيوه هنا واش الا بقى داروه مده طويله ما عندوش تاثير. واخا واخا ياك ما عندوش حتى امراض اخرى تيتبع عليها؟ اتونسيون بحكم السن. والقلب عنده مزيان؟ لا مزيان درنا ليه القلب مزيان. داكوغ لا داكوغ. واخا امين احنا غادي نجاوبوك. شكرا لك بزاف على تواصلك معنا. دونك بالنسبة للأب ديال الأخت أمينة عنده 73 سنة والعارض اللي كان عنده أكثر هو سلس ديال البول. دونك فاش مشى قلب قالت لك التحليلة ديال الدم خرجت مزيانة يعني أنه اللي هضرنا عليه قبيلة ديال السرطان ديال البروستات ما طلعش. دونك سافا ديغ كو راه أكثر هو تضخم حميد البروستات. في التلفازة قالت لك لقاو البروستات كبيرة. سولتها قبيلة باش نعرف واش عبروا ليه شحال تيتبقى هذا البول في المتانة مور ما يتبول. علاش؟ لانه الا ما كانتش تفرغ المتانه وتتبقى عامره مور ما تيدخل للطواليت يعني انه هذاك سلس بول ديال الفائض اللي هضرنا عليه توتالوغ. بالنسبه للشخص فاش يكون كبير في شويه في السن وبحال ما قالت لي عنده الضغط الدموي وعنده الادويه تنفضلوا نبعدوا على الجراحه باش الا كان المريض تيتجاوب مع الدواء تنخليوه بالدواء. هذه مهمة أيضا وتنشكرها اللي هضرنا على هذا الموضوع باش الأغلبية ديال المرضى يعرفوها هو أنه الدواء ديال تضخم الحميد البروستات هو دواء اللي ما تيتقطعش تيولي بحال مرض مزمن بحال سناخد الدواء ديال السكر ولا ديال لاتونسيون تيخصني نبقى به تيخصني نبقى به يقدر يبقى نافعني دائما وما نحتاجش عملية جراحية في ديك الساعة. ولكن دكتور مثلا انتم كاطباء اللي كتوجهوا المريض على اساس انه هاد الدواء غادي ياخذوا مدى الحياه. حدا بها هي مثلا امينه لي كومبريمي خداوهم مثلا 3 شهور ومن بعد قطع. تنشكرك على هذه الملاحظه هي لان مهمه بزاف سنواجهها في الحياه اليوميه. لانه المريض تيجي عند الطبيب هاد لوغدونونس ديال هاد الدواء هادي تتجدد كل 3 شهور. هي لو فيت انها تتجدد كل 3 شهور ما يعنيش انني غنقطعها مر 3 شهور. هذيك تتولي واحد الطريقه باش يرجع المريض عند الطبيب باش يعاود يراقبه ويشوف واش ما كاينش مضاعفات. وفي نفس الوقت دونك الحاجه اللي خاص هو انه الطبيب دائما يقولها للمريض باسكو المريض اني با سونسي يعرفها. دونك تقولي راه الدواء راه دائما ونهار تتقطعوا راه تيرجعوا الاعراض. في بعض الحالات تيبقى يستمر على الدواء وتيوليو الاعراض واخا داكشي كاينين ديك الساعه عاد نقدروا ندوزوا للعمليه الجراحيه. الحاجه الثانيه هي انه بالنسبه لهذا الدواء هذا اللي تناخذوا غالبا واحد هو كاين بزاف الادويه ولكن واحد الكاتيجوري اللي تتخذ بزاف تيقدر يكون عنده اعراض جانبيه عند الاشخاص اللي تيداووا على مرض القلب. خرجوا هاد الاخر واحد الادويه اللي يوغو سيليكتيف تيمشيو اكثر غير الجهاز البولي ما تاثرش في اعضاء اخرى ولكن واخا داكشي الا كان مريض عنده مشكل ديال القلب وديال هذا من الاحسن تكون استشاره ديال الطبيب للقلب ديالو قبل ما يبدا داك الدواء. اذا من الافضل انه ترجع عند الطبيب وتستشر معاه على اساس هاد الدواء يكمل فيه. مي هذاك الدواء ما تيتقطعش ما تيتقطعش. ناخذوا معنا مكالمه اخرى. غادي ناخذوا حسنيه من الرباط. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حسنيه من الرباط مرحبا. شكرا على هذا البرامج. الله يبارك فيك لاله مرحبا. حبيب الله يخليك بغيت نسول الدكتور. اييه تفضلي. مرحبا. عندي الاب الزوج ديالي مريض عنده مشكل البروستات عنده تضخم البروستات وعنده تحليله خرجت ليه خايبه عنده كونسيرف البروستات.
وكطلع ليه الميكروب، كطلع ليه تحليلات الميكروب طالع الميكروب. ومن بعد ما شفنا اللاج ديالو كبير عنده 100 عام من بعد ما شفنا الطبيب وداكشي كيعطينا الدواء عطانا واحد الدواء واخا كياخذو ما كيخرجش على برا، دابا داروا ليه واحد البوش باش كيدوز، ما يمكنش ليه اصلا يخرج عادي الا ما كانش داك البوش كيتحصل لينا ومن كانتيو كيديروا ليه، دابا داروا ليه زعما يبقى ليه ديما قلنا بقى اسمها ديما، وعطاونا الدواء الدواء ديال الميكروب دابا كياخذو وكنا بغينا نشوفو حيت كانوا قالوا لنا خاصكم تفتحوا ليه، مني شافوا الطبيب وقال لنا ما يمكنش ليه اللاج ديالو وعاد هو مع كيجلس بزاف رجليه متنيه اللي ما يمكنش ليه يديروا ليه العمليه. دابا غير بغيت نسول واش كاين شي وسيله زعما اللي غتريحو خصوصا هاد التيو اللي دايرين ليه كيضرو بزاف. وصافي هادشي اللي بغيت نشكر عليكم على البرامج. الله يبارك فيك، خليك معنا حسنية. بغيت نسولك واحد الاسئله، واش لقيتوا التحليلات ديال البروستات طالعه؟ واش دار تقليبة واش دار لابيوبسي ديال البروستات؟ خداو ليه طريفات من البروستات ولا لا؟ لا ما خداوهاش ليه غير التحليله ديال الفول هي اللي بينات بان عنده الميكروب طالع. صافي، وقلتي غير الميكروب ولا حتى التحليله ديال المرض؟ قلتي لي كاين كونسير. لا عنده حتى التحليله، قالوا لنا في الكونسير قالنا ولكن ما تخافوش دابا البدايه ديالو، يعني قال لنا الطبيب من هنا 10 سنين عادي يبان زعما كاين هذا المشكل ديال الكونسير ديال البوغ عادي زعما كاين يتصرف فيه العلامات ديالو، ولكن قلنا دابا قال لنا دابا ما تخافوش عليه. دابا عنده في هذا البوش دابا غير حنا كنشوفوا زعما واش تكون استحاله انه يدير العمليه باش يرتاح شويه، خصوصا هذاك سميتو كيدير ليه ما كيرتاحش ليه وكيضرو، وتحت في الميكروب كيطلع ليه بزاف. كنمشيو عاوتاني نديرو التحليله وناخذو ليه الدواء باش يهبط ليه باش ما يبقاش فيه الحرق، حتى ملي كيبغي يدير بيبي واخا داير داك الكيو كيحرقو. داكوغ، واخا حسنيه. داكوغ اخت حسنيه، شكرا ما كاين حتى مشكل، غيجيب الشفاء ان شاء الله. دونك بالنسبه للاب ديال الزوج ديال مدام حسنيه عنده اول حاجه خصنا نقولوا عنده 100 عام تقريبا، راجل كبير في السن، عنده اعراض ديال تضخم الحميد للبروستات لانه تيتحبس وهذا، وبالاضافه الى ذلك قالت لك عنده سرطان البروستات والتحليله قال له يلاه بادي السرطان في الاول ديالو، يعني انه ديك التحليله البيسا اللي هي ديال البروستات السرطان راه ما طلعش بزاف يعني في المرحله الاوليه. هي بالنسبه للتضخم الحميد للبروستات راه تاخذ الادويه، قالت لك الدواء ديال التضخم ما تينفعوش بزاف، دونك غالبا يكون عنده الحجم كبير بزاف ديال البروستات، وصل لواحد المرحله فاش ما غاديينش الدواء بوحدو ما كافيش غيخص العمليه. غير هي فاش نكونوا غنهضروا على العمليه تنشوفوا شنو غادي نفيدوا المريض وباش غنضروا المريض، يعني انه راجل عنده 100 عام و ما تيتحركش، وقالت لك رجليه ما تيتحركوش، العمليه تيخصنا نفرقوا الرجلين عند المريض، دونك غتجي شويه صعيبه انه وتقدر تاثر عليه اكثر من اللي غتنفعو. دونك في هذه المرحله هذه هاد الدواء اللي تياخذ ديال البروستات نقدروا نزيدوا معاه واحد الادويه اخرى ديال البروستات باش نعاونوه، ومن بعد نقدروا نديروا تجربه ديال انه نحيدوا عاوتاني ديك لاسوند داك التيو اللي عنده ونشوفوا واش المريض غادي يتجاوب مع هذاك الدواء مور واحد المده ديال الدواء. بالنسبه لسرطان البروستات والى بيان في فاش شرط لنا لهاد المساله، راجل كبير بعدا في العمر عنده 100 سنه راه تيقول لك العمر بيد الله بيان سور، ولكن تنقولوا انه ما زعما شخص في هاد السن هذا راه تيقول لك يقدر يتوفى بحاجه اخرى، ولكن ماشي اي موت مع السرطان ديالو ولكن ليس بسبب السرطان اللي عنده. دونك بالنسبه للاشخاص في هاد السن هذا تيخصنا نتعاملوا معهم بالتي هي احسن غير بشويه، يعني انه راه سون تبقى عنده هذه المده نحاولوا نزيدوه ادويه اخرى، ولكن الا استدعت العمليه وفي واحد المرحله متقدمه غادي نديروا عمليه ولكن ماشي جراحيه كبيره، غنديروا تكريطه ديال البروستات، غنكرطوا البروستات. بالنسبه للميكروب خصو يبدا يشرب الماء مزيان، وهذاك التيو اللي تيكون عنده خصو يتبدل ماكسيموم كل 12 يوم حتى ل 14 يوم خصو يتبدل بشكل دوري، وحتى فاش يكون التعفن ديال الميكروب خصو يبدا الدواء ديال الميكروب ومراه بواحد 3 ايام ولا 4 ايام عاد يحيد التيو باش يبدلو، وهذا الشيء اللي كاين عامه. واخا دكتور، بالنسبه لهاد البيوبسي اللي تكلمتي عليه يعني هاد التشريح اللي كياخذوا يعني فوقاش كتحتاجوا كطلبوا مثلا من المريض على اساس انه راه غنديروا هاد ناخذوا عينه مثلا؟ هاد العينه تنديروها بالنسبه للسرطان ديال البروستات كما قلنا تنديروها الا كان عندي جوج حوايج في هذاك التحليلات الدوريه اللي تندير للمريض ديال الفحص باش تنقلب على السرطان ديال كل عام، الا كانت عندي ديك الماده ديال الدم ديال البروستات طالعه اللي هي البيسا الا كانت طالعه، ولا الا كان عندي في الفحص عن طريق المخرج الرجل لقيت واحد المنطقه في البروستات متحجره
الشكل ديال ماشي رطبه، لحقاش البروستات خصها تكون لينه، فاش تلقى منطقه متحجره وخا تكون عندي تحليه ديال البروستات ما طلعش بزاف حتى هي خصني ندير لا بيوبسي. هادو علامات غير مباشره ديال انه احتمال انه يكون سرطان البروستات. واخا نوصلوا باقي المكالمات دكتور ونتعرفوا على الاسئله ديال المستمعين الاوفياء. ومعنا محمد من الدار البيضاء. الو 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 وي مرحبا سي محمد. مرحبا سيدي. الله يخليك نهضر مع اييه تفضل. مرحبا. واخا السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا الله يخليك استاذ، كان عندي واحد كونسير دو بروستات. درت لها راديوثيرابي 38 سيونس. ومن بعد هبطات 002 004، وابخي بقات غدا وكتكافي يعني ابخي دو زون. هذاك الهرمونوثيرابي. وي درتي راديو هرمونولونغ. نعم اسيدي. درتي راديو هرمونوثيرابي ديال 3 زون الهرمونوثيرابي. لا لا درتها اون اني، المدسان قال لي احبسها اون اني. اون اني داكوغ. درت 38 سيونس ديال الراديو، اون اني ديال الهرمونوثيرابي. و ابري دو زون بديت كنكتشف بان لا بروستات بدات كتطلع ثاني، التاسع بدات كتطلع. وي. حتى ال زيرو، حتى ال 3. مني مشيت عند المدسان قال لي غدير واحد لا راديو. درتي سانتيغرافي اوسوز. درت واحد لا راديو كاين اكزيست بلو ماروك اللي ما كاينش، قلبت عليه في المغرب كامل ما كاينش. سميتها باش ندير لا سانتيغرافي اوسوز. وي. ملي درت لا سانتيغرافي اوسوز اكتشفت بان كاين ان بتي فويي او نيفو دو لوس ايلياك. قالوا لي خاصك دير واحد دي سيونس اخرى، دونك عندي ميتاستاز. واللي بغيت نعرفه استاذ هاد الميتاستاز واش كاين واحد كاينه اون غريزون ولا كاين شي حاجه ولا جو دي افيك. وي. ولا شيبا والله ما عرفت واش كاين اون اسبيرونس دو بي ليميتا في واحد لاج. دابا انا عندي 64 ما عرفتش واش كاين شي علاج لهذا الميتاستاج ولا نعيش به ولا لي سيونس دو راديو ثيرابي قال لك غديرهم على العظم في ديك المنطقه ولا في لا لوج بروستاتيك في البروستات. لا درتها في النوبه الاولى على لا بروستات. لا لا اكتويلمون لي بروبوزاو عليك دابا. والعشرة على اللوس إلياك. على اللوس إلياك داكوغ داكوغ. العشرة على اللوس إلياك. داكوغ. وتتاخذ الهرمونوثيرابي دابا؟ دابا كناخذها. إلفو با لاغيتي دابا خصها تخد. إيه ولكن بديت كنشم بحال فيا واحد الريحة بشكال أون أودوغ اللي جاتني بيزار. فورس لو كونسيغ كيعطي أون أودوغ واش جي با حتى أنا تغيرت ليا لودوغا تغيرت. لودوغ ديالاش واش ديال الريحه ما بقيتش كنشم بين صباعي بين صباع ديالي ديال كنشم واحد الريحه اللي ما كانش فيها افون. قلت لك ربما يمكن زعما كان رجع ليا ثاني للكونسير ولا شيبا انا ما عارفش لان ذاك الراديو اللي بغيت ندير ما كاينش في المغرب قلبت ما كاينش. واش لو بيت سكان؟ البيت سكان على كولين. على كولين وي سي بون. ما كاينش بيت سكان على كولين نجلس فيه معاك. واللي بغيت نعرف دابا على هاد الميتاستاج واش غتحبس ليا بديك لي ديسيونس ولا ربما تدخل شي حاجه اخرى شي با الله ما عرف. داكور اشي واش غتبان شي حاجه اخرى جديده واش لان بديت كنحس بلا فاتيك بديت كنحس بالعيا سي با كوم افون. وي. وليت لا مواند ريفور كنحس بحال زعما اون فاتيك. ما نقدرش نقول حتى الهرمونوثيرابي راه تتعطي لي زيفي انديزيرابل بحال هكذا. تعطي لي الشالور كتعطي هاد لا فاتيك. اكزاكتومون. سي ترو على افون. داكوغ. درتها افون مي دابا سي ترو بزاف على داكشي اللي كاين استاذ. داكوغ الشريف الله يجيب الشفاء انا غنجاوبك. وشكرا بارك الله فيك. مرحبا مرحبا الله يشافيك. خليك معنا وحنا غادي نجاوبوا على التساؤل ديالك. تفضل دكتور. دونك بالنسبه للسي محمد كانوا لقاو عنده سرطان ديال البروستات، دونك العلاج اللي بروبوزاو عليه هي الراديو ثيرابي اي لورمونو ثيرابي. الراديو ثيرابي هي واحد دي سيونس ديال الاشعه اللي تيمشيو نيشان البروستات باش يقتلوا دوك الخلايا السرطانيه. وفي نفس الوقت سنعطيو واحد الدواء هرموني اللي هو مضادات التستوستيرون، لانه الكونسير ديال البروستات تيتغدى على التستوستيرون، دونك خصنا نحبسوا ليه هذا الغذاء ديالو باش ما يزيدش لقدام. غادي يكون عنده ان او ريسك باش نبلاصيو السرطان، يعني انه السرطان يكون موضعي في البروستات فيه عاوتاني تنعاودو نرتبو لثلاثه، يعني واحد الاحتمال صغير ديال انه يتفشى في الذات، احتمال متوسط ولا احتمال كبير. الاحتمال الكبير تنزيدو ديما هاد الدواء الهرموني مع الاشعه. دونك السيد دار الحصص ديالو 38 حصه، دار معاها هذاك الدواء الهرموني، ومن بعد الحمد لله الى ريبوندو بشكل جيد. كيفاش تلاقبوش المريض من بعد تلاقبوه بهذيك التحليلات ديال البيصه اللي قلت ديال الدم تخصها تهبط.
دونك هبطت عندوش عاد 002 سكي تي اكسيلون، مي مع الوقت دازت واحد العامين كما قال لي وبقات غاده وتطلع تطلع تطلع توصلت دابا لثلاثة. دونك فاش نشوفو تنهضرو على هادي سي اون غيسيديف، يعني انه المرض رجع، رجع المرض. كانوا باغيين نديرو له واحد سكانير اللي تيشوف الدات كامله واش كاين فيها شي بلايص صغيورين مازال ما يبانوش في السكانير العادي وداك الشيء. في نفس الوقت دار واحد الراديو اللي هو سانتيغرافي اوسوز اللي تيدير العظام ديال الدات كامله ويشوف واش مقيوسه شي بلاصه، لقى واحد العظم ديال الحوض اللي هو مقيوس اللي فيه هذاك المرض. يعني دابا وصلنا لواحد المرض اللي هو ميتاستاتيك اللي ما بقاش موضعي، مشى قاص ليا عضو اخر. دونك غادي خصو دي سيونس دراديو ثيرابي على هذا كيدير البول على هذيك الميتاستاز بالفعل. الدواء الهرموني دابا خصو يعاود ياخذ ويبقى به دائما لانه دابا رجع عنده مرض ميتاستاتيك. هذا الدواء اللي تياخذ الهرمون تيعطي هذه الاعراض كامله، تيعطي لي بوفي دو شالور، تيغير الاعياء، تيقدر يبدل لي السكر في الدم، تيقدر يعطي لي طونسيون، تيقدر يعطيني بزاف ديال الحوايج. دونك خصني ندير واحد المكملات غذائيه تقدر يعطيها هشاشه عظام. دونك تيخصني نعطي واحد الكوميدات الكالسيوم ونشوف العظام والهشاشه كاينه ولا ما كايناش. دونك خصو يكمل هاد الهرمونات، يدير راديو ثيرابي على هذيك الميتاستاز اللي عنده ونشوفوا ديك الساعه كيفاش غادي يتجاوب مع العلاج. ولكن ما خصوش يخاف لانه هو خا داك الشيء راه بالدواء الهرموني، ومن بعد الا ما نفعش الدواء الهرموني تندوزوا لادويه اخرى وتنقدروا نتسايروا مع هذا المرض هذا. وهاد الرائحه اللي تكلم عليها يعني واش ولا رد لها البال ولا يعني انا بالنسبه لي ما كاينش زعما شي تفسير واضح بالنسبه لهادي، ولكن ما تيمناش انه الا هضرنا مع مريض وشفنا اكثر نقدروا نلقاو سبب مقنع. وحتى هاد النقطه مهمه جدا لانه حتى الجانب الغذائي تا هو مهم بزاف، لانه لهاد الامراض بوحدها بالاضافه ملي كيولي مثلا هشاشه العظام ونقص فيتامين دي وغيره مثلا حتى هي تتخلي. وخص دائما مع هاد الدواء الهرموني خصنا مكملات ضروريه يعني باش ما نطيحوش في مشاكل اخرى وهي تتكون متعدده صراحه. معنا مكالمة أخرى، معنا محمد بن بنقرير. ألو ألو محمد، مرحبا سيدي. وي صافا لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك دكتور، صافا لاباس؟ السلام عليكم. كيداير الدكتور؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الحمد لله، الله يبارك فيك. بغيت نسولك الدكتور، عندي أنا مشكل ديال الحرق ديال البول. أيوا، عندي كيسميتو العلاقة الجنسية فهمتيني ضعيف فيها بزاف. شحال في عمرك؟ عندي 27 عام. 27 مجوج؟ مجوج. واه داكو. وهذا المشكل هذا ديال العلاقه الجنسيه جديد ولا قديم؟ ماشي بزاف كاع داك 7 شهور ولا هذه، عاد ولات عندي فهمتيني. شحال هذه باش تزوجتي؟ لا يلا دوز دابا هذه واحد 15 يوم ولا هذه، ولكن ما درتش التحليلات، عطاني واحد 5 تحليلات وما درتهمش. لا والجواز، الجواز شحال هذه باش تزوجتي؟ هذه شي عامين ونص دابا. عامين ونص داك. ما تداوي على حتى شي مرض؟ لا لا، ما عندي حتى شي مرض الحمد لله في هاد الساعه. واخا داكوغ داكوغ. واه على حساب دابا فهمتيني، حتى منين هكا حاشاك مني كنبول كيبقى بحال هكا، مني كنكون جالس بحال هكا وكنوض كيبقى الذكر ديالي كيقطر كيقطر. في الصغر ديالك ما داش فيك شي مرض جنسي معدي؟ لا لا ما كاين حتى شي مرض الحمد لله. صافي داكوغ داكوغ اشرف. واخا محمد شكرا لك. دونك بالنسبه لسي محمد عنده 27 سنه، عنده اعراض ديال التبول، عنده حرقه في التبول، وقال لك عنده تتقطار في التبول. هذا الشيء كما هضرنا قبيله هو شخص شاب، دونك تنمشيو نفكروا اكثر فيما هو مشاكل ديال المجرى ديال البول اكثر من ما هي البروستات. تيخص نفحصوا المريض نشوفوا واش فعلا بعد المجرى البولي عنده مزيان. البروستات غالبا ما غاديش يكون مشكل البروستات لانه الشخص مازال شاب 27 سنه. هاد التضيقات ديال المجرى ديال البول تيعطيو مشاكل في التبول، وانديريكتومون في نفس الوقت تيعطيو مشاكل في الانتصاب عند الرجل. وهذا لانه يقدر يكون مثلا امراض عضويه مثلا تقدر تعطي امراض جنسيه مثلا ولا اكزاكتومون. كاين امراض عضويه تقدر تعطيني مشاكل في الانتصاب عند الرجل وتيكون سبب عضوي، يعني لانه كاين مشكل في البروستات، مشكل في هذا، مشكل الا تحل المشكل كيتحل المشكل. وكاين شي مرات تيكون امراض في الجهاز التناسلي واللي تيأثروا غير
في النفسيه ديال الشخص وتيولي حتى العلاقه الجنسيه تتاثر، يعني تكون عنده واحد العلاقه مع العضو ديالو اللي فيها ديجا مشكل، دونك تيولي ديجا عنده واحد الكبح محبوس. يعني من الاحسن يدير استشاره طبيه عند اختصاصي في امراض المسالك البوليه ان شاء الله، وفي نفس الوقت يدير تحليل ديال الميكروب ديال البول باش نشوف واش كاين ميكروب ولا لا، لانه عنده يعني واخا مثلا دكتور مثلا مشى عند طبيب وما عطاش التحليله يحاول يطلبها من عنده يقول لي مثلا راه هذا لك، لانه عنده علامات ديال عنده حرقه في التبول، دونك خصنا ايليمينو حتى التعفن. واخا ناديا مقيمه بباريس. الو 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 ناديا. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا ناديا. مبروك هذا. الله يخليك. عندي واحد السؤال محيرني بغيت نسول الدكتور عليه. مرحبا. الله يخليك. انا عندي واحد السؤال بغيت نسول على الاب ديالي، دابا الله يرحمه راه ميت، غير واحد السؤال هو محيرني واحد شويه. الله يرحمه. الاب ديالي كان تاتع على لا بوستات باسكو كان هو كيتحسش ما كانش كيبول. ودار العمليه والعمليه ديالو كانت ناجحه ليه. انا بغيت غير نعرف لهاد الانسان اللي دار العمليه واش يمكن له يعاود يولد ولا لا. اللي دار رغم ان الاب ديالي كبير في السن. هو توفى قلتي؟ توفى. توفى. عندي واحد السؤال بغيت نعرف واش يمكن له ينجب بعد هذه العمليه ولا لا. لحقاش كان متزوج بواحد البنت عندها 18 وهي ولدات منه، غير ولدات منه وهي تفرق منه، منين طلب منها هو بغى يطلق ما بغاش يطلق. ابخي المحاميه ديالنا قالت لنا بان الراجل اللي كيدير هذه العمليه ما كيعاودش ولد، بغينا حنا نعرفوا واش فعلا ممكن يعاود ولد ولا يكون يعاود. هو كان عنده تضخم حميد للبروستات ولا كان عنده سرطان للبروستات؟ لا ما كانش عنده سرطان، كان تحسر من البول ما بقاش كيبول. وفتحوا ليه حلوا ليه كرشو ولا دخلوا بالمنظار؟ لا ما حلوش له كرشو، دخلوا بالمسالك البوليه العاديه بالمنظار. كنظن لحقاش هاد الدوسي شويه قديم وانا ما كنتش حاضره لي. داكوغ علي لا داكوغ. واخا ناديا دونك بالنسبه لهذا سؤال شويه قانوني المهم الشق الاول ديال السؤال على اساس انه واش من بعد العمليه كيف ما مزالي سولتيها يعني واش تضخم. هذا لحقاش بالنسبه لسرطان البروستات تنستاصلوا في العمليه البروستات كامله، وفاش نستاصلوها عندي واحد الاعصاب اللي دايزين في جنب البروستات هما اللي تيعطيو الانتصاب عند الرجل، تيتقاسوا وما تيبقاش انتصاب عند الرجل. هي تنقدروا نخليو انتصاب عند الرجل، ولكن في واحد الاحيان اللي هي شويه كثيره تتقاس هذه القابليه ديال الانتصاب عند الرجل وتكون عنده ضعف جنسي مقابل انه تحيد له سرطان. بالنسبه للتضخم الحميد للبروستات وخاصه انا سولتها قالت لي راه داروا بالمنظار، يعني دخلوا المسالك البوليه العاديه وكرطوا غير البروستات. لا الانجاب تيقدر يبقى الانجاب وما كاين حتى مشكل. العم دابا لاضيان يعني كتحسن في الامر، يعني حنا نهضروا على الجانب الطبي. معنا محمد من تازة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير دكتور. الله يبارك فيك. مرحبا سي. عندي واحد الاشكالات هذا دكتور، انا بغيت نحكي لك. الله يجازيك بخير. مرحبا. عندي مهرس مع رجل وعندي الدياليز. ايه تفضل سيدي. الو سي محمد. وي بشوية عليك يا محمد. بشوية محمد. وي لا حنا معاك بشوية عليك. عندي المسلك البولي كيضرني، دابا مشيت عند واحد الدكتور ديال البولة وواحد الدكتورة ديال الدياليز عطتني واحد التحليلة ديال البول وعطتني واحد التحليلة ديال سميتو ديال الدم درتهم. اها. ومن بعد رشدتني عند الدكتور ديال الاختصاصي في البوله. اييه. ملي مشيت عنده طلب مني ذاك واحد الراديو كنت دارتو ليا الطبيبه، كانت دارتو ليا عطيتو له تحاليل وعطاني هو شي تحاليل. اييه. وقال لي يمكن ميكروب، هو الطبيبه قالت لي يمكن ميكروب، عطتني واحد الانتيبيوتيك عملتها. اييه. ومن بعد وليت مزيان. ودابا مني كان المسلك البولي دابا مني كنقول بحال ما كيقول عندي حريق. يكون عندك الحريق. بحال الحر. في الاخر. وسميتو في ذاك الراديو اللي درتي التلفازه؟ درت التلفازه. وشنو قال لك بانت من ذاك التلفازه بانت لي شي حاجه. هذا الدكتور اللي ديال الولا صيفطني لواحد السبيطار معين هنا في المغرب، المهم ما نقولش سميتو، عطاوني الرونديفو تاع 15.
يلا واخا محمد. محمد احنا غناخذوا رقم الهاتف ديالك ان شاء الله ونشوفوا مع الدكتور الا كان امكن يعني يتواصل معك في واحد الوقت باش نشوفوا شنو الحاله ديالو ان شاء الله. لانه دابا ان شاء الله نعطيوك وقت كامل سي محمد. انا غادي نخلي النمره ديالك ونتصلوا بك ان شاء الله لانه الجانب النفسي توا كيأثر صراحه مع من انت كل مرض والواحد تيحير ما تعرفش فين غيمشي وشنو غادي يدير وخاصه مسكين عنده ديجا دياليز كان رايب بوحدو دياليز تتكون المرضى شويه محطمين نفسيا. الحمد لله على كل شيء الحمد لله. واخا غادي نرجعوا لموضوعنا وحنا كنتكلموا اليوم على امراض البروستات والتضخم الحميد. البروستات بالنسبه للعلاج فوقاش كيحتاج انكم توصفوا يعني المرضى توصفوا لهم يعني الدواء وفوقاش كنوصلوا للجراحه. داكور دونك بالنسبه لهذا درنا تشخيص المريض تنكونوا شخصنا الحاله اون اليمين حيدنا انه هناك سرطان البروستات يعني انه تضخم من خلال الفحص بالصدأ ولا تنقدروا نديروا واحد تنعبروا الصبيب ديال البول حتى هو باش يكون تنشوفوا واش ناقص ولا لا. تنديك ساعات واحد المعطيات اساسيين باش نعرفوا نوع الدواء اللي غياخذ المريض. اول شيء تنشوفوا هو الحجم ديال البروستات. البروستات تتزاد في الوزن كما قلنا 20 غرام 22 غرام راه مزيان ولا بقى تيفوت على حساب الوزن تيدخل في العلاج الوزن المضاعفات والاعراض المريض. هادو ثلاثه د الحوايج اساسيين خصنا ندرسوهم قبل نعطيو الدواء للمريض. دونك بالنسبه للشخص اللي عنده اعراض خفيفه وتيتبول بالليل وداك الشيء والبروستات ديالو الوزن ديالها قل من 80 غرام ولا قل من المهم اول حاجه دائما تعطيو الادويه في الاول باش تنشوفوا واش المريض الا تحسن بالادويه نقدروا ما ندوزوش للجراحه. الادويه كاين فيها ريزالفا بلوكون واحد النوع ديال الادويه اللي تيوسع داك المجرى ديال البول اللي وسط البروستات باش يسهل لي التبول ولكن خصنا المريض الناس يعرفوا انه هاد الدواء هذا ما تيصغرش الحجم ديال البروستات. البروستات تبقى غاده وهي تتكبر في الحجم ديالها. لحقاش شحال المرضى هذا ضروري يعرفوها الناس باسكو شحال المرضى تيقول لك وما صغرتليش البروستات. البروستات ما غتصغرش بول. كاين دواء اخر اللي تيقدر يصغر الحجم ديال البروستات شي شويه ولكن على المدى البعيد وما تيصغرهاش بواحد الشكل اللي هو زعما لائق باش يعطيني تحسن في الاعراض. وهاد الدواء هذا في نفس الوقت تيقدر يفوس ليا ولا يغلط ليا المراقبه سرطان البروستات. يعني مريض تياخذ هاد الدواء هذا يقدر يهبط لي ديك التحليل ديال الدم في حال انه واخا يكون سرطان البروستات عنده. دونك خصنا نتعاملوا بحذر مع هاد الدواء هذا. وعاد كاين ادويه اخرى مخصصات اعشاب هادو نقدروا نعطيهم في الاول للمريض تيقدروا يعطيو نتائج جيده جدا وما عندهم حتى مضاعفات جانبيه خلافا لهذاك الاخر اللي قلت لك تيقدر ياثر على القلب ولا شي حاجه. دونك في المرحله الاوليه هادشي اللي كاين الادويه كاين التصرفات اليوميه. المريض خصو يعيش حياته مزيان يدير رياضه يتحرك هذا في الليل يحاول ينقص شويه من الكميه ديال الماء اللي يشرب المشروبات المديره للبول بحال القهوه الشاي العصائر المريض اللي تيكون متداوي على التونسيون تيعطيه الطبيب دواء مدير للبول لي ديوريتيك خصو يحاول يهضر معاه باش يقلب ليه الدواء يبدل ليه دواء اخر باش ما يتزادوش الاعراض ديال التبول. دونك عامه هادو تصرفات كما قلت وكاين الادويه بالنسبه للاشخاص اللي تيكونوا وصلوا لواحد المرحله متطور يعني انه المريض ما بقاش الدواء تينفع واخا تنعطيوه الدواء واخا تنبدلوا الادويه ونديروا جوج ادويه الاعراض مازالين عمليه. بالنسبه للاشخاص اللي عندهم لي كومبليكاسيون مضاعفات هذوك من الاول نقدروا نديروا عمليه باغ اكزومبل مريض اللي عنده بروستات متضخمه وعنده حجره في النبوله راه ما يمكنش نعطيوه غير الدواء خصنا نحيدوا الحجره. دونك فاش غنحيدوا الحجره غادي نداويو حتى البروستات حتى هي باغ عمليه جراحيه. كاين الاختيار للمريض اللي هو اساسي جدا. كاين المريض اللي تيقول لك انا لا ما بغيتش نبقى ناخذ الدواء ديما مدى الحياه تنفضل الجراحه. ديك الساعه نقدروا نديروا الجراحه حتى هي كاينه هذه القضيه هذه. ودكتور حتى من بعد الجراحه كتطلب يعني متابعه طبيه دوريه. حيت كاين اللي مثلا مجرد ما كينتهي العمليه يعني كيدير غير كونسلطاسيون يعني من بعد العمليه مباشره صافي ومن بعد كينسى يعني حتى كيرجعوا شي اعراض في حين انه خطا هذا. اللهم الوقايه. العمليات بعدا بغيت نقول انه العمليات غالبيتهم دابا تيداروا بالمنظار ما بقاش الامور الحمد لله بالمنظار والمريض تيقدر ينعس يومين ماكسيموم ويخرج ويرجع لحياته العاديه بالمنظار. غير هو بالمنظار خص الوزن البروستات يكون اقل من 80 غرام. هادو واحد المعطيات الطبيه. الا فات واحد الوزن معين ديك الساعه من الافضل ندير ليها عمليه مفتوحه باش نحيدو ديك المنطقه الوسطى ديال البروستات اللي هي فيها التضخم. دونك من بعد العمليه المريض تيبقى ناعس تنديرو مراقبه ديالو تيبقى بواحد التويو عنده مر واحد الايام على ما تتصفى ليه البول ديالو داكشي تنحيدوه
تنشوفوا مريض من بعد خصو واحد الفحص دوري خاصه بالنسبه للمرضى اللي تيفتحوا بالمنظار تكريطه، لانه ديك التكريطه تنكرطوا غير واحد شويه من الوسط ديال ديك المنطقه الوسطى ما تنحيدوش كامل، دونك يعني انه من بعد واحد 4 سنين 5 سنين 6 سنين يقدر يعاودوا يرجعوا شويه الاعراض. من بعد العمليه الجراحيه مثلا الحمد لله الفحص الدوري كتكلم على 3 شهور مثلا 6 شهور شنو؟ لا في المرحله الاوليه في العمليه تيكون مور العمليه تيكون فحص متقارب يعني انه غنشوفوا في ذاك الاسبوع غنشوفوا عاوتاني مورا شهر ولا شي حاجه مورا 3 شهور، من بعد الفحص يقدر يمشي حتى 6 شهور كاع ولا على حسب الاعراض، الا حس المريض بشي حاجه جديده بانت فيه راه تيقدر يجي عندي. وتيقدر يجي بعض المرضى لانه عندهم مضاعفات هذه العمليه، وبعض الاحيان مور تكريطه ولا المنظار تيقدر يولي القذف عند الرجل تيمشي للمتانه البوليه وتيقدروا يكون عنده مشاكل بحال خلل في خلل في ديك المنطقه لانه عندي الاوعيه المنويه حتى هي تتسبب من خلال البروستات، دونك عندي جوج ديال المساك بوليه والتناسليه دايزين، تيقدر يكون عندي هذاك القذف اللي تيمشي للمتانه ولا بعض المضاعفات اخرى. من بعد مع الوقت يقدر يجيني تضيق في الجعبه ديال البول ايضا لانه دزنا من الجعبه، وكما قلت قبيله تقدر تبرى مع الوقت وتسيكاتريز وهي مضيقه. هذا الشيء علاش نفضلوا نراقبوا المريض. تكلمتي على المضاعفات وهذا الشيء علاش اليوم في حلقتنا تكلمنا على يعني امراض ديال تضخم الحميد البروستات، فصلتي يعني فيه مزيان شرحتي لنا بزاف ديال الامور. ان شاء الله في الحلقه المقبله معك دكتور نتكلموا على سرطان ديال البروستات يعني بالاسباب والاعراض باش يعني نحاولوا اننا كيف ما قلتي لانه كنبغيو دائما التشخيص المبكر والوقايه خير من العلاج، يعني الاهميه ديال هذه التطورات. تفضل استاذ نختموا بالمضاعفات. دونك بالنسبه للمضاعفات كاين واحد القضيه هي الاحتباس التام للبول، شي مرات تيكون مريض عنده اعراض خفاف شويه تيسكت عليهم تيقدر واحد الوقيته جالس في الدار حتى تيتحبس بشكل تام، ديك الساعه تتستدعي القسطره يعني نديروا ليه التيو ونبداو الدواء البروستات على ما يعطي المفعول ديالو واحد 15 يوم ولا 12 يوم ولا 10 ايام عاد تنحيدوا هذاك التيو، هذا الاحتباس التام. كاين عندي الحصى ديال المسالك البوليه لحقاش كما قلنا تخثر ديال البول تكون الحصى لا في المتانه لا في الكليتين في المسالك البوليه كامله، دونك الحصى هي من المضاعفات. كاين الالتهابات التعفنيه كما قلنا بالتخثر حتى هي ديال المتانه البوليه ديال الكليتين ديال كلشي، وكاين الفتق لانه مريض اللي تيكون صبر مده طويله على الاحتباس وعنده ذاك التسار وهذا وهذا تيقدر يعطيني الفتق. مريض اللي عنده الفتق زائد تضخم عمليه لانه مضاعفات عنده مضاعفات اللي ما نبداوش ديك الساعه. الحاجه الاخيره هي الله يحفظ هي الاخرى واش نخلعوا الناس هي القصور الكلوي. كاين اشخاص اللي تيبقى متعايش مع هذا الشيء والاعراض تبقى غاده بواحد الشكل صغير بشوي بشوي هو ما تيحسش به زعما بزاف الله يحفظ، وهذا الشيء صراحه تيبقى فينا الحال لانه باش توصل القصور الكلوي من مرض اللي هو حميد فهذا الشيء تيبقى في الواحد، يعني انه البوسه تبقى مضخمه مده طويله الضغط تطلع في المتانه البوليه في المسالك البوليه الفوقيه وفي الاخر تتخلص الجزء المسؤول عن تكون البول وبالتالي تيصدق المريض في القصور الكلوي والدياليز. هادشي علاش دكتور يعني بالحضور ديالكم يعني وبالاعلام كنبغيو دائما انه نوصلوا التشخيص المبكر، والواحد الا حس بشي اعراض ولو تكون طفيفه بسيطه يعني الصحه هي الاولى الواحد يدير استشاره طبيه باش ما نوصلوش لهاد المضاعفات اللي ذكرتي كيف ما قلتي من امور اللي هي حميده نوصلوا للمضاعفات اللي يعني بالفعل بالفعل. وهذا الشيء خاصه الصراحه وتنعاود نقولها كاين واحد الشريحه في المجتمع المغربي اللي مساكن بعاد على على انه تكون عندهم تغطيه صحيه جيده ويمشيوا يدوزوا وعندهم اولويات اخرى غير الصحه ديالهم القوت اليومي ديالهم، واخا دابا مشيت في واحد الموضوع شويه لا راه فعلا انه هذه مع هذه يعني معناش كنديروا ولكن راه بعض الحالات يعني انه شخص لان تيوصلوا لواحد المضاعفات لانه الحاله ضعيفه. هو دكتور كيفاش غي يجيب القوت ديالو القوت ديال وليداته الا ما كانش عنده صحه جيده؟ يعني اي حاجه الصحه هي الاولى عاد ديك الساعه لانه بالصحه باش غادي يعني يجيب شحال من حاجه يعني للاسره. شكرا لك بزاف الدكتور علي بدوش طبيب اخصائي في امراض وجراحه المسالك البوليه على الحضور ديالك على المعلومات الطبيه اللي قدمتي لنا اليوم في امراض البروستات عند الرجال. ان شاء الله نديروا حلقه خاصه جدا حول سرطان البروستات الله يعافي الجميع نسالوا الصحه والسلامه ان شاء الله الجميع. شكرا لكم مستمعينا على وفائكم للبرنامج اللامولاتي لكم تحيات مجدولين على مال ادريسي اللي رفقتنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه سميحة عشوبي مشكورة جدا في التنسيق واستقبال مكالماتكم الهاتفية. نتمنى لكم بقية أوقات ممتعة جدا برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.